ابو النور، كيفك يا معلم؟ شو الاخبار؟ لك اهلين اهلين معلم، لك اهلين علوش، شو اخبارك؟ طمني عنك. لك والله زمان زمان والله اشتقنا لك. تفضل تفضل. والله عندك اناني عطر كتير يا محمد، فيني جربهم؟ ايه والله يا معلم، جبتهم هدول من سويسرا. ايه طبعا، جرب جرب. هاي شو اسمها؟ سفاج. اها سفاج. طيب ما عشان جربها؟ ايه طبعا جرب جرب. ايه وهي كمان، هاي شو هاي اسمها؟ والله عجبتني الجسم، فينا نجربها معليش؟ اكيد لك كفو. إيه؟ حبيبي شو هالعلقة؟ ايه لك اوه، في عندك هاي كمان، هاي والله عجبتني، دائما بشوفها قد حقها. انا هاي ب 700 يورو بس، اجربه معليش. لك كفو، لك انت الكفو. حبيبي ليكون هذا يشرب العطر شرب. لك حبيب قلبي، لك هاي 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 نفسي شم ريحتها، لك ريحتها بتجنن دائما. هذيك المرة كان رفيقي الثاني ذاك حاط منها، فين نجربه معليش؟ ما تزعل عادي اخواتنا. اوكي ايه جرب جرب على راحتك، خذ راحتك معلم. كفو يا معلم. خلص. بس دقيقة رايح اجيب كاسة واجي. لك كفو. لك لوين رايح؟ جيب كاسة. كاسة مشان شو؟ عبي لك فيها. اوه طيب ماشي، روح جيب. هاي الكاسة حطيت لك فيها العطر كله. اشرب اشرب صحتين. هنا شو؟ هذا كله؟ هاي العطور كلها تحط ليها بكاسة؟ طيب ما بها شي. طيبة اسلموا ايديك. اخواتنا احنا اخوات. ايه لا لا يا زلمة، كم علوش عنا. ما دخلت البيت؟ ما دخلت البيت؟ اليوم نايم عندك يا معلم.